الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وعلى الله آله عليه وسلم. وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب تفريق الوضوء. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف الخزاز روى له البخاري ومسلم وأبو داود وهو ثقة. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الحافظ الفقيه الثقة، كما قلنا أخذ عليه أنه يروي بوجادة وليست مأخذا، روى له الجماعة. عن جرير بن حازم. جرير بن حازم قال فيه ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق صالح، قال أبو حاتم صدوق صالح، ويعني الحق أنه يعتد به، روى له أصحاب السنن الأربعة. أنه سمع قتادة بن دعامة. قتادة بن دعامة وهو السدوسي النبيل الثقة الثبت، وهو من أوعية العلم، كان من حفاظ الدنيا، ولكنه كان يرى إيه؟ يرى القدر، يرى القدر، والمذهب لم يعني لم يؤثر في قبول رواياته، روى له الجماعة. قال: حدثنا أنس بن مالك. وهنا أيضا وإن كان يتهم بالتدليس فقد صرح بالتحديث، قال: حدثنا أنس. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يرويه إلا ابن وهب. ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن، والحق انفراد ابن وهب ليس لأن ليس فيه علة، لكن هو العلة في هذا الحديث أنه جاء من رواية أخرى، وأيضا بأنه جاء مرسلا، الأصل فيه أنه المحفوظ أنه مرسل. نعم. لا ابن عبيد الله، ابن عبيد الله الجزري، نعم، وهو معقل ابن عبيد الله الجزري، قال فيه ابن معين: ليس به بأس، قال ليس به بأس. وأيضا الإمام أحمد قال: صالح الحديث، قال صالح الحديث، روى له مسلم أو داود والنسائي. أبو الزبير محمد بن تدرس، ابن مسلم بن تدرس، وهو من الثقات كما قال الذهبي، كان من أوعية العلم، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن جابر وحتى العنعنة في هذا الباب، كما قلنا كثير من علمائنا يقولون تمر هذه العنعنة أنه حدث عنه وصرح بالتحديث، وجابر من السبعة، جابر رضي الله عنه صحابي ابن صحابي، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر عمر، الذي قال فيه سلم: إيه يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. عمر له المكان والحظ عند ربه، وافق ربه في أكثر من 13 موضعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ارجع فأحسن وضوءك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح. ليش قال وهو مرسل صحيح؟ نعم نعم. كلام داود، قال حدثنا حيوة، نعم، المصري الثقة النبيل الفقيه السبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا بقية. لعلمك أنا وهمت وهما فظيعا وأنتم ما شاء الله ماشيين ولا هنا. أنا تكلمت عن من؟ حيوة بن شريح الذي تكلمت عنه هو من؟ ها؟ ما هو المصري، هو ده الحق، لكن أنا لما ترجمت لرجاء ابن حيوة وأنتم نيام، وقلت صحيح مش قلت ذلك؟ لا أنا ترجمت لرجاء، لكن حيوة بن شريح هو المصري، هو أيضا من الثقات، هو من الثقات، لكن أنا لما ترجمت لرجاء ابن حيوة. روى له الجماعة. بقية بن الوليد، بقية بن الوليد فيه كلام، أبو حاتم قال: يكتب حديثه ولا يحتج به. بقية بن الوليد أيضا بعض العلماء قال فيه قولا فصلا، وهو أبو زرعة كان من المعتدلين، أبو حاتم تعلمون أنه من التشدد بالمكان. أبو زرعة قال عن بقية بن الوليد، قال: يحدث كثيرا عن المجاهيل،
أو يدلس كثيرا عن المجاهيل. فإن حدث عنه الثقة، شوف الكلام هنا الضبط في هذا، فإن حدث عنه الثقة فهو ثقة، فإن حدث عنه الثقة فهو ثقة. رواه أصحاب السنن الأربعة. عن بحير هو ابن سعد، بحير بن سعد وهو ثقة ثبت، رواه له أصحاب السنن الأربعة. عن خالد، خالد بن معدان وكان ثقة كثير الحديث، رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا بعض العلماء يرى بأن هذا الحديث مرسل، كيف ذلك؟ نعم، حريص صحيح. هنا المسألة خلافية وأنا بينت ذلك في الموقظة، ائتي بها بعض الطرق. أنا أتكلم عن طريق هذا الآن وحريص، تفضل خلي بالك. أنا شرحتها في الموقظة، أنا شرحتها في الموقظة، أريد ما شرحته. قلت البيهقي يرى بأن إبهام الصحابة إرسال، مش قلت ولا ماشي نصها مع ماشي أستاذ اتفقنا، لكن هذا بهقي قال إبهام الصاحب إرسال، إذا قال بعضهم أنه مرسل، والحق هنا لا إرسال، لا إرسال، لأن إبهام الصاحب، الصاحب يعني لا يغنينا أنه صاحب، لا نبحث عنه، لأن الصحابة تقول لهم إيش عدول عدام الله من فوق سبع سماوات. طيب هذا الحديث العظيم يعني، أو هذه حديث الباب، حديث تفريق الوضوء والتبويب ظاهر في هذا الباب، أن رجلا توضأ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقد ترك على قدميه مثل موضع الظف أو اللمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأحسن. طبعا إذا تكلمنا في هذا الباب نتكلم عن مسألتين في هذا الحديث، المسألة الأولى وهو همة الصحابة وفضل الصحابة بأنهم كانوا يرجعون في كل صغير وكبير إلى النبي، ولذلك هذا تعليم وتأسيس لأهل للمكلف أنه لابد أن يرجع لها. وهذا الذي نقوله الآن حتى في الملمات، حتى في المخالفات، ولو كانت في الساحة فارجع إلى أهل العلم، لا تجعل التخبطات عليك تكون كثيرة بعدم رجوعك إلى أهل العلم، فارجع إلى العلماء وإلى طلبة، وهذا واجب، يعني الرجوع لأهل العلم صار واجبا أمرا حتميا محسوما. والذي يعلم من أهل العلم أو في محلة معينة يعلم من فيها من أهل العلم ثم لا يرجع إليه فهو آثم. وأنا يعني أرجو عفو الله جل وعلا أنه لو عمل فتوى فيها الخطأ ألا يؤخذ عليها، لكن هو حقا يمكن أن يؤخذ عليها لأنه في الأصل لم يرجع إلى السبيل الذي رده إليه الله جل وعلا، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء. إذن المسألة الأولى مسألة الرجوع إلى أهل العلم، وهذا حدث من كثير من الصحابة حتى في اختلافات الصحابة، لما اختلف الصحابة فيما بينهم في الذي جامع ثم أكسل، بعضهم يقول إنما الماء من الماء وبعضهم يقول عليه الغسل، فقال عمر الخطاب اختلفتم ارجعوا إلى من؟ عائشة. ففصلت عائشة في الخطاب ورجعوا للأعلم، لذلك عائشة لما رجعوا إليها قالت على الخبير سقطت، ثم قالت أن السلام قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا عند الاختلاف لما كان يختلفون في قضية يرجعون لمن؟ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي الحلال والحرام كانوا يرجعون لمن؟ إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالرجوع إلى الأعلم هذا أصل أصيل في ديننا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف قال فسألت أهل العلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا على ابنك الرجل قال فافتديت منه بمئة، طبعا على ابنك الرجل قاله بعضهم، فقال فافتديت من الرجم بإيش؟ بمئة شات ووليدة، فقال أما شات فرد عليك ووليدة فرد عليك. قال فسألت أهل العلم فقالوا على ابني
الجلد 100. فقال فسألت أهل العلم، فظهر بذلك السؤال إلى أهل العلم هذا الظاهر في هذا الباب. المسألة الثانية وهي قوله سلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، هذا تمسك به الأحناف مخالفين للجماهير، وهو وجه عند الشافعية أيضا بأن الموالاة ليست شرطا. قالوا معنى، اختلفوا في معنى فأحسن وضوءك. لما؟ لأن قوله سلم ارجع فأحسن وضوءك حمالة، ما تحمله إسلام، ما تحمله. أنا سألتك الإجابة في ثانية. ها ممتاز، تحتمل معنيين، أنا أعرف أنها كانت عندك، تحتمل معنيين، المعنى الأول التتميم والمعنى الثاني الإعادة، وكله لأن هذا إحسان، ارجع فأحسن وضوءك ولا يكون إحسانا إلا بالتمام، فيكون المعنى التتميم أن يصيب البلل العضو الذي لم يأتيه الماء اللي هي القدر اللمعة هذا، فيصب الماء عليه ويكون انتهى. أو المعنى الثاني هو إيش؟ الإعادة من يستأنف، يعني الإعادة من أول. فالاحتمال وارد، الأحناف حملوه على المعنى الأول، الأحناف حملوه على المعنى الأول، وأن قول سلم ارجع فأحسن الوضوء، قال إحسان الوضوء هو تتميمه إكماله، إحسان الوضوء تتميمه، لا سيما أنه لما قال أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء أن يأتي بإيش؟ بالأعضاء، يبقى إحسان الوضوء هو تتميمه عنده. واستدل وعضدوا ذلك بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا توضأت فلم يكن معك الماء وأصبت بللا في لحيتك فامسح بها رأسك، قالوا فأصبت بها أو أصبت بللا في لحيتك فامسح اللحية وبعد ذلك امسح بها رأسك. وهذا معناه أنه إيه؟ التفريق في الوضوء هو وارد، وارد، وأنه أخذ الماء من بلل اللحية. طبعا هذا لا يساعدهم، هذا الأمر لا يساعدهم، لكنهم احتجوا بذلك. والجماهير الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا إحسان الوضوء يحمل على إعادة الوضوء، إحسان الوضوء يحمل على إعادة الوضوء، قالوا لأن الموالاة شرط، أن الموالاة تفريق الوضوء لا يصح. وطبعا وجه الشافعية الذي وافق الأحناف استدلوا بدليل آخر، آسف أن أنا أغفلته، استدلوا بحديث ابن عمر بأنه توضأ في السوق ولم يمسح على الخفين، ثم رجع إلى المسجد فوجد الجنازة فمسح على خفي ثم صلى. طبعا من السوق إلى المسجد مسافة طويلة، وهم يقولون التفريق هنا بجفاف العضو، الموالات مرتبطة بجفاف بجفوف العضو، يعني يأخذ بعض الوقت، فقالوا بذلك، وهذا وجه عند الشافعية. والصحيح الراجح أن الموالاة شرط، أن الموالاة شرط في صحة الوضوء، فيكون معنى قول سلم فأحسن هو إيه؟ هو إعادة. لما؟ لأن سلم والى في وضوءه، كان يتوضأ ولم يفرق، ولأن ظاهر الآيات والأحاديث الموالاة دون التفريق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا التوالي والموالاة، ما في تفريق. وفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء، توضأ كما امرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح راسك ورجليك، ولم يجعل ايش؟ التفريق. وفعل النبي يعضد ذلك بانه لم يعتد بالتفريق، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت المساله على التيسير ليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين امرين الا اختاره ايسرهما. وسياتي الدلاله على ذلك باقوى منها، وهو حديث خالد ابن معدان، لأنه أمر بالإعادة، أمر تصريحا بالإعادة. هذه المسألة الأولى في الحديث الأول، الحديث الأول والثاني. وأيضا في حديث عمر قال أرجع فأحسن الوضوء، فكما قلنا اتفق الأئمة الثلاثة على أن الموالاة شرط في صحة الصلاة. والحديث حديث اللمعة هو حديث كما قال البياقي حديث مرسل، وحتى لو صرح خالد بن معدان بأنها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبهام الصاحب عنده إرسال، وهذا لا يصح، هذا لا صح، إبهام الصاحب لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله من فوق سبع سماوات. لكن في هذا الحديث، حديث خالد بن معدان، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. يبقى عندنا حكمان هنا، إعادة الصلاة وإعادة أجيبه لا تناموا، حديث خالد بن معدان في إعادة الصلاة وإعادة
الوضوء. يبقى عندنا حكمان، من يفرق بينهما؟ خلاص نقول حكمان. الحكم الأول قال أنه أمر بإعادة الصلاة، وهذا أنا قدمت على الأول. ليش؟ لأنه فيه اتفاق، اتفقت، بل هنا ننقل الإجماع، أجماعة الأمة على إعادة الصلاة، على أن الرجل الذي يعني قد توضأ وترك موضعا لم يصبه الماء بأنه بالإجماع تعاد الصلاة، بالإجماع اتفقوا على ذلك. لما مولانا لما ولما هذا الإجماع؟ وما مستند هذا الإجماع؟ أو أصولي هو الآن، طبق أصوليا هو الآن لتعلم أن الإجماع قد إيش؟ لا يا الحديث، أجمعت الأمة على أن الصلاة لا تصح، لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة، ألا وهي إيه؟ الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا قال السلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث. فاتفقوا على إعادة الصلاة، واختلفوا في إعادة الوضوء، واختلفوا في إعادة الوضوء، اختلفوا في إعادة الوضوء. قالوا قال الأحناف الوضوء لا يجب، وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء هنا من باب الاستحباب للاحتياط للعبادة، من باب الاستحباب للاحتياط للعبادة. وكما قلنا أنهم عندهم مستند في ذلك، وهو حديث ابن عمر وفعل ابن عمر، وأيضا حديث علي بن أبي طالب إذا أصاب بللا. أما حديث علي بن أبي طالب فرد عليهم فيه أنه إيش؟ ليس بظاهر أنه فرق بين الوضوء، هو ما زال يتوضأ، فورد البلل فمسح فلم يأخذ ماء جديدا، فليس إيش؟ فليس لكم فيه ثم الدليل. الدليل موجود في حديث ابن عمر. ولذلك هم اختلفوا فيما بينهم بعدما قالوا بهذا، اختلفوا في التيمم هل يلحق بالوضوء أم لا، على ما سنبين. والجماهير قالوا الأمر بإعادة الوضوء دلالة على وجوب الموالاة، الأمر بإعادة الوضوء دلالة على وجوب الموالاة، لا سيما وأن السلام قد قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا راجع صحيح، قول الجمهور هو الراجح الصحيح في ذلك، وأن إعادة الوضوء لازمة له، لأن شرط صحة الوضوء الموالاة كما بينا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الآيات التي أمرت بالوضوء. وأما مسألة إلحاق التيمم بالوضوء، هل يعني يشترط الاستيعاب أم لا؟ مفهوم؟ نعم، هل يشترط في التيمم استيعاب العضو كما أن الوضوء الآن الشرط فيه الاستيعاب، لأنه هو العضو بقي لمعة ومع ذلك قال سلام ارجع، فيبقى إذن الاستيعاب شرط ولا غير شرط؟ شرط، الاستيعاب شرط، وهذا باتفاق الأمة، استيعاب العضو بغسل إيه بالماء هذا باتفاق الأمة. هل التيمم يلحق بالوضوء يعني يارب استيعاب التيمم؟ كما قلنا ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكف لليد إلى الرسخ. طب هل لو فعل ذلك الرجل ضرب هكذا ومسح الجبين ومسح يديه وصل ستصح أم لا؟ هذا لب المسألة. تصورتم المسألة، هل التيمم الاستيعاب في التيمم شرط كما أن الاستيعاب في الوضوء شرط؟ خلاف، خلاف. وإن كان بعض العلماء العيني وغير العيني نقل الاتفاق عن العلماء أنه أن التيمم يخالف الوضوء، أن التيمم يخالف الوضوء، واستغفر الله لا يخالف، يتفق يوافق الوضوء، وأنه شرط فيه الاستعاب. وقد قال بعض الأحناف قالوا لا يشترط، بعض الأحناف قالوا لا يشترط، على أن بعض العلماء من الأحناف بل عمدة الأحناف في عمدة المذهب قالوا يشترط، يشترط الاستعاب كما يشترط في الماء الاستعاب. وهذا ظاهر جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار بن ياسر، قال كان لك أن تفعل كذا، وضرب بيديه ومسح بوجهه يعني بكل وجه، ويديه يعني بكل يديه إلى رسق ما ورد في بعض الأدلة. وأيضا يعني هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل ينزل منزلة المبدل منه، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. يبقى كل بدل يأخذ حكم المبدل منه، إلا أن يدل الدليل على الاختلاف. يبقى لو كان المبدل منه وهو الوضوء شرط فيه الاستعاب،
نقول والتيمم، أعضاء التيمم شرط فيها الاستعاب، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة في هذا الباب فضل النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ حديث إيه؟ رد على حديث ابن عمر بأنه توضأ ولم يمسح على الخفين حتى وصل إلى السوق. فنقول توجيهات ثلاث: التوجيه الأول أن العضو لم يجف فما زال في حيز المولاة والوقت يسير. التوجيه الثاني لأنه ينتقد يقول لا السوق بعيد. التوجيه الثاني أن نقول بأن كان الأمر على التخفيف في المسح لا في الغسل، فلما كان التيسير بالمسح كانت المولاة فيها التيسير فيها. الإجابة أو التوجيه الثالث أقصاه هذا فعل من؟ فعل ابن عمر خالف النص. نعم طبعا خالف النص، وإذا خالف النص فالحجة فين؟ الحجة في النص وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التفريط ونص الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الفضل المستنبطة فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في إيش؟ في التعليم الصحابة، تعليم الصحابة، وأيضا الرفق في التعليم، الرفق في التعليم. الفائدة الثانية التساهل في الوضوء سبيل للعذاب. من وين؟ ويل للأعقاب من النار. في وجه ثاني، إيش يا مولانا بالوجه الثاني؟ ها ممتاز، أنه يعرض صلاته ليش؟ للخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي. العلماء يقولون الحكمة في ذلك أنه عدم الاستنزاه تلبس بالنجاسة، وتلبس النجاسة سبيل لإبطال الصلاة التي هي أهم ما يتقدم بها لله جل في علاه. هذه كم فائدة؟ فائدتين. الثالثة ظاهر الأمر الوجوب. من وين بقى؟ ها؟ فأمره أن يعيد الصلاة، ويعيد، وطبعا إعادة الصلاة باتفاق واجبة، يبقى إذن ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. ما انتبهت؟ هم يقولون إعادة كلية الوضوء استحبابا، ولكن الذي عليه وجوبا التتميم للإعادة اللي هو غسل الموضع، لأنهم اتفقوا على أنه اختلال شرط تبطل به الصلاة. هم يقولون هذا عامل رد بالخصوص. لا، هيقول لك ذلك، هيقول لك والدلائل على ذلك ما عندنا من الأدلة. يقول حملك عليه ليس كحملنا إيه؟ ليس بأولى من حملنا عليه. عندنا علي أخذ من إيش؟ بالبلل، وعمر مسح بعد السوق. فهم؟ التوجيه عندهم في هذا الباب. والله هذا عظيم جدا، انهم يقولون بالنجاسه في هذا، لكن هم يقولون لا، النجاسه الماء الذي انفصل، هو ما انفصل. فهم كيف بيخرجون بذلك؟ نعم.